اطمئن على عمار حمدي وعلى كوكا. بيتسو موسيماري المدير الفني لنادي الأهلي حرص على الحديث مع عمار حمدي وأحمد نبيل كوكا لاعبي الفريق قبل انطلاق الميران الذي أقيم مساء اليوم. ومشاهد أمام حضراتكم كانت طبعا في ملعب التتش للاطمئنان على حالتهما ودعمهما معنويا، وذلك بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها عمار في النمسا فيما يغيب كوكا بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا. عمار أدى جلسة علاج طبيعي ضمن البرنامج التأهيلي اللي يقوم بتنفيذه. يا رب ربنا يرجعه بكل سلامة. عمار حمدي أحد اللاعبين المهمين للنادي الأهلي. دكتور أحمد أبو عبلة بيقول راح شهر ونصف لبدر بنون، ربنا يقومه بالسلامة. أنا الحقيقة بدر بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من جمهور النادي الأهلي نفسنا أن احنا نشوف بدر، ولكن أهم حاجة صحته. دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول قال أن الفحوصات الطبية الأخيرة اللي أجراها بدر بنون مدافع الفريق أكدت حاجته لفترة راحة تصل إلى شهر ونصف بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب المغرب في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا بالكاميرون. أهم حاجة عند النادي الأهلي هو صحة اللاعب، ما عندوش أي مشكلة اقعد، مفيش مشكلة خالص. أيضا الجهاز الطبي زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي بيؤكد جاهزية أيمن أشرف وياسر إبراهيم للمباراة القادمة غدا إن شاء الله أمام نادي بيراميدز. كانوا موجودين، أدي أيمن أشرف أمام حضراتكم وياسر إبراهيم أيضا موجود في التمرين، الاثنين كانوا موجودين النهاردة في التمرين وهيدعم خط الدفاع سواء ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف. وتبقى بقى الاختيارات، بيتسو موسيماني هو اللي يختار من سيكون متواجد بكرة في المباراة الهامة جدا أمام نادي بيراميدز.